السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية نرحب بالضيوف الأكارم أجمل ترحيب في هذه الندوة التي تحاكي أحداث مجزرة جامع سارية حقوقيا وتوثيقيا، ولدينا في هذا الخصوص ورقتين بحثيتين، الأولى تحت عنوان دراسة حقوقية في الحق في التظاهر للدكتور أيمن العاني المتحدث باسم قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، والورقة الثانية المسؤولية الجنائية عن المجزرة للأستاذ عمر الفرحان من المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. والآن نفسح المجال للدكتور أيمن ليلقي ورقة بحثه، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الأمين العام الموقر، السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة تأتي هذه الندوة في إطار المساعي المتواصلة حقيقة من الهيئة لتسليط الضوء على المسكوت عنه من الجرائم البشعة والانتهاكات الجسيمة التي تحدث، التي حدثت ولا تزال تحدث مع الأسف الشديد بواقع يومي في العراق. وهذا طبعا نتكلم اليوم عن مجزرة جامع سارية التي ارتكبت في هذا الشهر من العام 2013 13. وطبعا هذا الاستذكار يكون لتوضيح أو تسليط الضوء على الجانب الحقوقي من الموضوع، بالإضافة إلى الجانب التوثيقي منه. وكما هو معلوم لدى الجميع، ما حدث في جامع سارية من جريمة بشعة حقيقيا يندى لها جبين الإنسانية، راح ضحيتها قرابة 70 شخصا بين قتيل وجريح، 30 قتيلا وحوالي نحو 40 جريحا. هذه المجزرة، الأسلوب الذي نفذت به حقيقة يؤكد على الطبيعة الميليشياوية والرغبة في القتل لدى الحكومات الاحتلال المتعاقبة. ولا ننسى أيضا أنها يعني سبقتها حقيقة مجزرة الحويجة التي قتل فيها أكثر من 40 شخصا بأسلوب يعني حقيقة لا يوصف، لا يمكن وصفه بالبشاعة والانتهاك الواضح لأقدس حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة. حقيقة فيما يتعلق بالورقة البحثية التي طبعا هنا أيضا أود التنويه إلى بيان الهيئة الصادر في هذا المجال، في هذا الموضوع، المرقم 893، الذي أكدت فيه الهيئة أن الحكومة في ذلك الوقت لا يمكن أن تكون طرفا في أي مفاوضات لأنها لا تفهم لغة الحوار حقيقة. هذا أمر يعني بالغ الأهمية، أنه يعني حكومات الاحتلال المتعاقبة لم تعرف لغة الحوار أبدا مع الشعب العراقي طيلة هذه السنوات، طيلة العقد والنصف الماضية. وبالنتيجة يعني أكيد هنا نؤكد ما أكدته الهيئة في بيانها، أنه إذا ما بقيت نفس الحكومات، نفس الوجوه، نفس البرنامج أو بنفس العملية هذه السياسية التي فرضها الاحتلال، وتبقى الحكومات على سدة الحكم بهذه النفسية، فسيظل الدم العراقي نازفا مع الأسف الشديد. فيما يتعلق بالدراسة الحقوقية في الحق في التظاهر، الحقيقة هنا أود بداية أن أشير إلى مصطلح الحقوق المدنية. الحقوق المدنية أمر مهم جدا، هي حقوق أساسية ممنوحة، هي مكتسبة، هي تأتي بموجب تشريع، بموجب دستور، بموجب ينظم بقانون. وهذا التشريع وهذا الدستور وهذا الأمر المهم فيه أن تكون الدولة التي ترعى هذا الدستور هي دولة ذات سيادة، دولة تنتمي إلى الشعب،
دولة تلبي طلبات مواطنيها، فهذا يعني حقيقة هذا الحقوق المدنية هنا أؤكد عليها، لأن يعني صلب الموضوع أبرز الحقوق المدنية، حقوق مدنية كثيرة، ولكن يعني من أبرزها هو الحق في الاحتجاج السلمي. يعني مفهوم ما هو الاحتجاج السلمي، ولكن هو الأمر يعني النقطة مربط الفرس كما يقولون، هو إمكانية الاحتجاج السلمي في الدول التي تحترم نفسها وتحترم حماية حقوق الإنسان بالنسبة للشعوب، وبالنتيجة تسمح وتمنح لمواطنيها هذا الحق الذي هو حقيقة أصبح يقارب حقوق الإنسان باعتبار يعني التغيرات المعروفة لدى الجميع. وتقاس شرعية الحكومات بمدى انتمائها إلى شعبها أو إلى شعوبها، متى ما كانت الحكومات منتمية إلى الشعب طبعا ستكون الشرعية عالية، لأنها مستمدة ولها يعني قاعدة شعبية عريضة. وإضافة إلى ذلك تلبية مطالب مواطنيها كما ذكرت، واحترامها لمبادئ حقوق الإنسان. ومن الثابت أن الدول التي تبيح حرية التعبير عن الرأي وممارسة حرية الفكر التي يكون التظاهر أجلى صورها، وتمنح مواطنيها مساحة كافية للتعبير عن آرائهم، هي الدول التي تتخذ من المذهب الديمقراطي نهجا لها. هذا أساس الديمقراطية. هنا نتحدث عن مسألة مهمة، لأنه الذي يروج إعلاميا والذي يسوق يعني في أروقة المجتمع الدولي، سواء في المنظمات في مكاتب الأمم المتحدة أو غيرها، أنه الديمقراطية والحرية وكذا، وهذه أبسط مبادئ ولكنها أساسية حقيقة من مبادئ الديمقراطية. حقيقة الأمر في العراق يوجد تنظيم قانوني للتظاهر، للحق في التظاهر. كيف هذا التنظيم؟ ورد في الوثائق الدستورية السابقة والمتعاقبة حقيقة. ولكن نقطة التحول، النقطة التي يعني السوداء في تاريخ العراق، هو يوم غزوه واحتلاله من قبل القوات الأمريكية وحلفائها. والحقيقة هنا للدراسة الموضوعية الحقوقية يعني ارتأت أن يكون الموضوع يعني مجرد. فبعد الاحتلال صدرت وثيقتان دستوريتان، ولكن فيهما الكثير من التناقض. كيف؟ هسه راح نشرح كيف. يعني الأولى ما يسمى قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية، الذي تضمن هذا القانون تضمن نصا صريحا يبيح حرية التظاهر، بل يعني قضت المادة 13 فقرها للعراقي الحق في التظاهر، للعراقي الحق في التظاهر والإضراب سلميا وفقا للقانون إلى نهاية المادة. ولكن هذا يعني بهذا النص تحول يعني التظاهر إلى مصلحة، إلى حق مكفول محمي دستوريا، ولا يستطيع أحد أن ينفيه عن أي شخص داخل العراق. طبعا المواطن العراقي هنا يعني لا يشمل المواطنين غير العراقيين، ولا يشمل أيضا المواطنين المعنويين. في الـ في الـ في الوثيقة الثانية المعنونة حرية التجمع بموجب الأمر رقم 19 لسنة 2003، طبعا لا يزال ساريا إلى اليوم، والذي ورد فيه في القسم الأول منه إن الحظر المفروض على حرية التجمع
في قانون العقوبات العراقي يتعارض مع التزامات العراق تجاه حقوق الإنسان. ولكن هذا نفس الورقة الدستورية، هذه الوثيقة الدستورية الثانية، ضيقت موضوع التظاهر، حددت العدد، حددت الوقت، ورهنت الموضوع بموافقة السلطة الإدارية المحلية، وبالنتيجة أصبح هنالك تناقضا، يعني تناقض بين الوثيقة الأولى والوثيقة الثانية. أما الوثيقة الدستورية الثالثة التي صدرت عقب الاحتلال في العراق، وهي دستور العراق الحالي الذي صدر عام 2005، والذي كفل حق التظاهر في المادة 38 منه، وجاءت صياغتها بالشكل الآتي: تكفل الدولة وبما لا يخل بالنظام العام والآداب، أولا حرية التعبير عن الرأي بكافة الوسائل، ثانيا حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر، ثالثا حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وهو يعني موضوعنا. ولكن هذا الدستور كما تعلمون هو موضوع من قبل سلطة الاحتلال، فجاء في نهاية الفقرة هذه أن المادة هذه أنه تنظم بقانون، ولأن حكومات الاحتلال حقيقة تعرف نفسها أنها لا تنتمي إلى البيئة التي يعني تحكمت بها، فسارعت حقيقة، بادرت الحكومة إلى وضع مسودة قانون سمية، طبعا اسمه يعني القانون ليس له من اسمه نصيب، لأنه قانون الاسم القانون قانون حرية التعبير عن الرأي والتجمع والتظاهر. والمتتبع حقيقة لمراحل وضع القانون وفقراته يجد أن هناك محاولة جادة من الحكومات الاحتلال لتكبيل حرية التظاهر بدلا من أنه يعني حقيقة ملاحظات كثيرة وردت يعني في يعني مآخذ كثيرة وردت في القانون هذا الذي كما ذكرت ليس له من اسمه نصيب، ولكن أعتقد يعني ضيق الوقت حقيقة سأكتفي بأنه هذه المادة العاشرة وضعت شروطا للتظاهر، حيث نصت على لا يجوز، بدأت بلا يجوز، فيعني المتلقي وصلت الرسالة، تنظيم التظاهرة قبل الساعة السابعة صباحا أو بعد العاشرة ليلا، وضرورة، وأكدت على ضرورة الحصول على إذن مسبق من رئيس الوحدة الإدارية، أي يعني محافظ قام مقام مدير ناحية يعني أي شخص يمثل هذه، قبل 5 أيام من الشروع بهذه المظاهرة، وأن يتضمن طلب الإذن موضوع التظاهر والغرض منه وزمان ومكان انطلاق التظاهرة، وطبعا فيعني أصبحت الحرية في الماضي يعني خبر كان. وهنا طبعا وهذا طبعا هي هذه المادة تخالف الدستور الذي موضوع يعني هو احنا مع المآخذ الكثيرة التي عليه، ولكن حقيقة هذه المادة تعارض الدستور الموضوع، وكما هو معلوم انه يعني السلطة الوحدة الإدارية رئيس الوحدة الإدارية وفق قانون المحافظات يجب عليه تنفيذ أوامر الحكومة الاتحادية، هكذا صل نصل، فبالنتيجة يعني لا يمكن أن يكون هنالك تظاهرة بالضد من هذه الحكومة أو بما يشوش عليها أو يثير الغبار حولها كما يقولون. كما ذكرت الملاحظات حقيقة كثيرة يعني عن هذه
طبعا. وكذلك هنا أؤشر على أن نصت المادة العاشرة في قانون حرية التعبير على حظر كمان، أيضا بدأت بحظر لا يجوز وحظر وممنوع وحظر الاجتماعات العامة في أماكن العبادة، وفي ذلك محاولة واضحة لتحييد يعني أهم مكانة أهم الأماكن في الإسلام، خلينا نحكي يعني، والأحزاب المتأسلمة الآن الموجودة في السلطة التي تدعي أنها ذات خلفيات إسلامية. طبعا هو وكذلك المسجد أو أي مكان عبادة هو مكان لتكوين الرأي العام بالنتيجة، لأنه الناس يلتقون في المسجد أو في أي مكان عبادة حسب يعني دينهم، وبالنتيجة هنا سيكون الرأي العام مغيبا، لأنه أيوة زين. طبعا أيضا درجة الأمور المتعلقة بقانون، نجد أن مشروع القانون متعلق بحرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر مخالفا للدستور، وهو الحقيقة أسباب أنه خلافه مع الدستور كما ذكرت، هو يضيق على التظاهر، فهنالك مخالفة واضحة للمواد الواردة في الدستور العراقي أو في الدستور الحالي في العراق، الموضوع سنة 2005. كان بودي الحقيقة أن أتكلم عن الحماية الدولية أيضا للحق في التظاهر، فيعني على وجه السرعة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ضمن حق التظاهر، ويعني وضع حماية الحق في التظاهر على عاتق السلطات في البلدان والدول التي يكون فيها، وذلك ما ذكرته المادة، ما ورد في المادة 18 والمادة 19 وكذلك المادة 20. فضلا عما سبق من وجوب احترام حرية التعبير والفكر لأي إنسان، فإن القانون الدولي فرض حمايته على شخص الإنسان بالمطلق في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك في المواد، طبعا مذكورة المواد ونصوص هذه المواد، مناطق هذه المواد، وطبعا أكيد حماية الأشخاص من الاعتقال ومن التهديد ومن الإرهاب ومن الإجراءات التعسفية التي تتبعها السلطات الدكتاتورية في أماكن كثيرة من العالم. الحقيقة النصوص التي تؤكد على حرية الفكر والرأي والتعبير ذكرت في العديد من الوثائق والإعلانات والاتفاقيات الدولية، وهي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادرة عن الأمم المتحدة عام 66، الاتفاقية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية الصادرة عن الأمم المتحدة عام 66، البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو غير المهنية، إعلان حقوق الطفل الصادر عن الأمم المتحدة 59، وكذلك في المواثيق والإعلانات والاتفاقيات الإقليمية مثل نذكر منها الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أعد في إطار جامعة الدول العربية لعام 45، وميثاق عام 1997، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان، الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ميثاق الحقوق الأساسية لحقوق الإنسان الأوروبية، الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان، البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، الميثاق الأمريكي لحقوق الإنسان. والسؤال الكبير هنا، ماذا عن حق التظاهر في العراق؟
وهل يتمتع المتظاهرون بتلك الحقوق المدنية والسياسية التي وفرتها القوانين الدولية وأكدت على حمايتها؟ وكيف يمكن للمنظمات الإنسانية المعنية بحقوق الرأي والتعبير والتظاهر السلمي أن تعكس ما يحدث من انتهاكات خطيرة تطال كثير من العراقيين بسبب عن رأيهم، يعني تعبيرهم عن رأيهم أو خروجهم في تظاهرات يطالبون بحقوقهم السياسية والاجتماعية بشكل سلمي حضاري؟ والتأكيد هنا على الأسلوب السلمي والحضاري الذي انتهجه المتظاهرون والمعتصمون خلال الاحتجاجات والوقفات الاحتجاجية والاعتصامات. ولكن مع الأسف الشديد كما ذكرت أنه هذه الحكومات لا تعرف لغة الحوار، وبالنتيجة لا يمكن أن تكون طرفا في أي مفاوضات تخص الموضوع. فضلا عن ذلك، فقد وصفت المنظمات الحقوقية الدولية سجل العراق في مجال حقوق الإنسان بأنه مخيب للآمال وبأنه متدهور بشكل حاد، لا سيما بعد النصف الأخير من عام 2014. وأعربت دول كثيرة رغم دعمها للحكومة في العراق واعترافها بفشل هذه الحكومة وفسادها والجرائم والانتهاكات، الاعتراف الضمني بالجرائم والانتهاكات التي ترتكبها، ولكن مع الأسف الشديد يتضح مما تقدم أن واقع حرية التعبير في العراق قد وصل إلى أدنى درجاته، حيث وقعت العديد من المجازر واستمرت عملية الملاحقات القضائية والقانونية واعتقال نشطاء الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان. الحقيقة هنا لا أريد أن يعني أتكلم بهذه اللغة، ولكن الواقع يفرض علينا. قد يسألنا شخص أن هناك تظاهرات في العراق كثيرة تحدث هنا وهناك في بغداد في المحافظات الجنوبية، في فالموقع الجغرافي يشير إلى أنه طبيعة هذه الحكومة وكيف تتعامل مع الشعب العراقي المعروف أنه ذات مكونات، لا سيما المكون الكبير الذي يمثله العرب السنة. كثير من التعهدات والعهود والمواثيق الدولية وقد كانت ترتكب تجاوزات دون اكتراث للنداءات الدولية المتكررة المطالبة بإيقاف سياسة الإفلات من العقاب. حقيقة هنا يعني أعبر النقاط أتي على الأخيرة، أعتذر على الإطالة. يتعين على الأمم المتحدة إصدار قرار بتعيين مقرر خاص للعراق نتيجة عدم تنفيذ السلطات التزاماتها الدولية والتهرب من آليات الرقابة الدولية، وتشكيل لجنة أممية لتقصي الحقائق تزور العراق، ولا سيما أن الانتهاكات التي حدثت تفوق ما وثقه تقرير الأمم المتحدة الأخير من تجاوزات وانتهاكات للحقوق، والذي كذلك أكدت عليه ليا في بيان تناولت فيه هذه في الإحاطة الأخيرة. وأكتفي بهذا القدر حقيقة، أعتذر على الإطالة وشكرا لاستماعكم والسلام عليكم ورحمة الله. نشكر الدكتور أيمن على هذا العرض الحقوقي لمسألة الحق في التظاهر، وننتقل الآن إلى الأستاذ عمر الفرحان ليلقي ورقته البحثية في هذه الندوة، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة الحضور الكرام، تحية طيبة. مرت علينا قبل أيام ذكرى مؤلمة لجريمة مروعة ارتكبتها أركان العملية السياسية متمثلة برئيس حكومتها نور المالكي وأجهزته الأمنية والسياسية، ألا وهي مجزرة سارية بمحافظة ديالى. فهذه المجزرة جريمة متكاملة بكل المقاييس والأركان، والتي أثبتت التقارير والشهادات أنها جريمة إبادة جماعية وجريمة تطهير عرقي واضحة المعالم. وهذه الجريمة تطلبت الكثير من الوقت لتوثيق أسماء المنتهكين لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وقام المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب وقسم حقوق الإنسان في الهيئة بعملية لتوثيق هذه المجزرة ورصد أحداثها ومتابعة حيثياتها
وقدم كل منهما تقريرا مفصلا عن المجزرة خصوصا وأحداث ديالة بشكل عام، ويثبت للمجتمع الدولي حقيقة ما تقوم به هذه القوات الحكومية والميليشيات تحت غطاء العملية السياسية من قتل وتهجير وجرائم حرب ممنهجة تحت حجة محاربة الإرهاب. وسنتكلم عن تاريخ وأهمية محافظة ديالة، ومن ثم نتكلم عن المجزرة والأساليب والأدوات التي مارستها ولا تزال تمارسها الحكومة في عمليات التهجير والقتل في المحافظة، ومن ثم نذكر أسماء المجرمين وسبل تقديم الوثائق التي تدينهم إلى المحاكم الجنائية الدولية. أولا، لماذا محافظة ديالة؟ تعد محافظة ديالة واحدة من المحافظات العراقية المهمة لما لها من موقع استراتيجي بقربها من العاصمة بغداد، فضلا عن حدودها المشتركة مع إيران، وقصر المسافة التي تربط بغداد بإيران عن طريقها حيث لا تتجاوز ساعة واحدة عن طريق السيارة. وبالنسبة للتركيبة السكانية في المحافظة، ظلت مقلقة للإدارة الإيرانية والأحزاب التابعة لها في بغداد، فغالبية السكان هم من العشائر العربية والتي يصعب استمالتها على أساس طائفي لإجراء تغيير ديموغرافي. ولذا لجأت السلطة الحكومية وخاصة من خلال قادة الأحزاب الموالية لها لإيران والميليشيات إلى سياسة التهجير القسري لهذه العشائر، مستثمرة التوتر الطائفي الذي خلقته السلطة الحاكمة وقوات الاحتلال الأمريكي في البلاد بعد عام 2003، فشهدت ديالة أكبر موجات للتهجير بين عامي 2006 و2007. وهناك رسائل وشهادات موثقة عما يحدث بوضوح من سياسة ممنهجة لتهجير قسري في محافظة ديالة على أسس طائفية تستهدف عمدا مكونا له خصوصيته العرقية والطائفية، وهذا ما يقع تحت وصف جريمة التطهير العرقي بحسب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي. وجريمة التطهير العرقي فهي جريمة ضد الإنسانية ومن الأفعال المحظورة والمحددة في نظام المحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 الذي يعرف بنظام روما، وهو عندما ترتكب في إطار هجوم واسع ممنهج وموجه ضد مجموعة محددة من السكان المدنيين بالأساليب والطرق المبنية في أعلى. والجرائم ضد الإنسانية عرضة للعقاب في الحرب أو السلام، أي بصرف النظر عن وقت ارتكابها، والمهم أيضا في هذا الصدد أنها تخضع للعقاب بغض النظر عن مكان ارتكابها، وتقع مهمة العقاب عليها على كل الأجهزة المختصة في الدولة اعتبارا من أعلى السلطة إلى الوحدات الموجودة في الميدان. وبعكسه فإن كل هؤلاء يمكن إدانتهم في المحاكم الدولية المختصة أو في المحاكم الدول التي تعاقب على ارتكاب هذه الجريمة بغض النظر عن جنسية مرتكبيها، وهو ما يقع ضمن مفهوم الولاية القضائية الدولية. فإن السكوت عن جريمة دولية مثل جريمة التطهير العرقي يعد اشتراكا فعليا، خاصة عندما يتعلق بالامتناع عن القيام بفعل يجب القيام به لمنع وقوعها. ثانيا، أساليب وأدوات التنفيذ الممنهجة. يتم تنفيذ جرائم التطهير العرقي في العراق منذ عام 2003 وإلى اليوم من خلال الميليشيات فرادى أو من خلال الأجهزة الأمنية ومؤخرا تحت ما يسمى بالحشد الشعبي، بتهديد المواطنين وترويعهم حتى لا يكون أمامهم سوى مغادرة أماكن سكناهم متاركين وراءهم بيوتهم العامرة وما فيها من ممتلكات ومقتنيات، وبعد ذلك تأتي عملية السرقة المنظمة لهذه المساكن. ثالثا، الأجهزة الحكومية تأتمر بإمرة الميليشيات وتنفذ خططا خارجية، حيث تؤكد الشهادات الميدانية أن عناصر برلمانية وسياسية تتواطأ بشكل واضح بمقابل صفقات سياسية وتجارية في تنفيذ هذا المخطط الخطير الذي يستهدف في المحصلة النهائية إجراء تغيير ديموغرافي على الطبيعة التركيب السكانية في المحافظة، وهذا بدوره يهدد الأمن والسلم المدنيين ويفتت هذا النسيج الاجتماعي. وتأتي منطقة المقدادية بالدرجة الأساس في الاستهداف، فقد جرى في شهر كانون الثاني من عام 2016 مقتل العشرات من المدنيين الأبرياء فيها،
ثم جرت حملة تفجير لأكثر من 12 مسجدا وقتل عدد من المصلين. في هذه الأثناء كانت الميليشيات تجوب الشوارع في مناطق القضاء مستخدمة مكبرات الصوت ومطلقة صيحات وشعارات طائفية محددة تهدد فيها المدنيين مما سمتهم بالنواصب وتدفعهم للنزوح منها. وتعددت الأشكال الانتهاكات والتهديد في مناطق ديالة، منها الاغتيال المنظم أو الإعدام الصوري خارج القانون، وتشير اعترافات أعضاء في البرلمان الحكومي لهذه الإعدامات بالجملة، مبينة أن معدل القتل قد بلغ في المقدادية لوحدها من 7 إلى 10 حالات يومية. كما تعد عمليات الخطف والمساومة على المخطوف والتي غالبا ما تستهدف شريحة الشباب أسلوبا اعتادت عليه الميليشيات لترويع الأهالي. وتوثق التقارير أنه جرى في يوم 11/1/2016 لوحده تفجير 5 مساجد وإعدام 30 شخصا وجرح أكثر من 60 مدنيا في عمليات تصفية مروعة قامت بها الميليشيات والأجهزة الأمنية. وما هي إلا أيام وقد ارتفع عدد المساجد التي فجرت فوصلت إلى 13 مسجدا، كما وتشير الأرقام إلى تصاعد عدد الاغتيالات بالجملة لتصل إلى أكثر من 90 شخصا خلال الفترة القليلة المصرمة منذ بداية عام 2016. وعودة إلى بدء، لقد كان التهجير القسري أحد أهم أسباب التظاهرات والاحتجاجات التي اندلعت عام 2013 في ديالة، والتي جوبهت بسياسات قمعية من الحكومة وأجهزتها وصلت ذروتها بعدما ازدرت جامع السارية في ديالة يوم 17 مايو 2013، ومجزرة الحويجة في محافظة التميم التي سبقتها بشهر في 23 نيسان أبريل 2013، وما عقب هاتين المجزرتين المروعتين من زيادة مضطرة في أعمال العنف، خاصة مع حدة التصعيد الطائفي الذي استخدمته الشخصيات القيادية العليا في الحكومة والمؤسسات الدينية والعسكرية والقيادات الميليشياوية بغرض التحشيد. رابعا، تفجير جامع سارية، استمرارية عملية التهجير. بعد تفجير جامع سارية والمجيء بمحافظ من غير الميليشيات، وما زاد من اعتراضات أعضاء ميليشيا بدر وعصابي أهل الحق ومجموعة ميليشياوية متعاونة معها، وتزايدت في نفس الوقت عمليات تهجير ممنهجة في بعض المناطق راحت تتوسع لتستهدف مئات العوائل، وأحيانا يجري إفراغ قرى بكاملها. وفي تلك الأثناء من عام 2013 وعندما كان يقترب العام من نهايته، تكاثرت عمليات تحشيد الميليشيات وقصف بقذائف الهاون ضد قرى الجف والشاخة والخيلانية وجميلات، رافقتها تهديدات مباشرة بالقتل بغرض تهجير عوائل من تلك المناطق. وأكدت النائبة عن محافظة ديالة نهد الدايني أن التهجير القسري شمل 60% من مناطق المحافظة، وأن عمليات التهجير هذه تستهدف مكونا بعينه كونه الأكبر في ديالة. وكشف مصدر أمني في محافظة ديالة في 12/2013 أن قوات السوات قامت بتهجير أكثر من 320 عائلة من المكون العربي السني من المقدادية خلال 4 أيام فقط، وأن العدد في تزايد. كما أكدت مصادر من أهالي المدينة أن المشاركة والدعم المباشر من قوات الفوج الثاني المنتشر في المنطقة لعمليات التهجير هذه. ثم تواصل التهجير بمراحل مختلفة في العامين اللاحقين 2014-2015 تحت ذريعة ملاحقة تنظيم داعش، فكان يجري استهداف شامل لكل القرى والبلدات بغض النظر عن دخول أو عدم دخول التنظيم إليها. وفي كل مرة يجري تهجير السكان بعد حملات قتل واعتقالات عشوائية، ثم تعمد القوات الحكومية إلى تهجيرهم وسرقة منازلهم. وكل هذا يتطابق مع المفاهيم القانونية ضمن القانون الجنائي الدولي في توصيف جريمة التطهير العرقي والطائفي القسري والمسؤولية الدولية في المعاقبة عليها ومتابعة مرتكبيها أينما كانوا. واستكمالا للمخطط، في عام 2014 فتح طريق خاص يربط إيران بديالة ومن ثم صلاح الدين ليرتبطها من هنالك بالطرق الريفية والصحراوية المتجهة نحو الحدود السورية العراقية المفتوحة على مئات الكيلومترات طولا، ولذا تعبره الجهات الإيرانية وتلك المتحالفة والخادمة لها داخل العراق، ويعد هذا الممر البديل لإيران باتجاه سوريا.
بعد ذلك ومنذ بدايات عام 2015 تزايدت عمليات التهجير المصحوبة بعمليات قتل واعتقالات وتهديد يومي للسكان بضرورة الخروج من المنطقة. التعرض للأئمة والخطباء في المحافظة. إن عملية استهداف الأئمة والخطباء والكفاءات العراقية في محافظة ديالى مستمر منذ عام 2003 وبعملية ممنهجة ومنظمة، وإن هذا الاستهداف هو جزء أساسي من بقية فصول الجريمة بمحاربة رموز المكون المعني بالتهجير وتفتيت الارتباط فيما بينهم وحرمانه من ممارسة طقوسهم الدينية في مساجد المعرضة للدهم والتفجير والاغتيالات، فيصبح هذا الأمر عاملا آخر مضافا لدفع المواطنين إلى الهجرة القسرية بحثا عن أماكن تتوفر فيها درجات معينة من الأمان. خامسا، المسؤولية الجنائية عن هذه الأفعال. تقع مسؤولية الجرائم التي وقعت قبل وبعد مجزرة سارية على كل من نور المالكي رئيس الوزراء حكومة بغداد السابق، هادي العامني قائد ميليشيا بدر، قاسم سليماني قائد فريق القدس في الحرس الثوري الإيراني، أبو مهدي المهندس قائد في ميليشيا الحج الشعبي، قيس الخزعلي قائد ميليشيا عصائب الحق، سليم الجبوري رئيس البرلمان، محمد غبان وزير الداخلية، وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي، الفريق الركن مزهر العزاوي قائد قوات عمليات دجلة، الفريق الركن جميل الشمري قائد شرطة ديالى سابقا، العميد الركن جاسم السعدي قائد شرطة ديالى، العميد أحمد الزيدي مسؤول مركز التنسيق المشترك، حاكم الزاملي رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان وهو قائد ميليشيا معروف، كما تضم قائمة المتهمين الرئيسيين أسماء كثيرة منها مثنى التميمي محافظ ديالى، العميد خالص التميمي مدير شرطة المقدادية، اللواء علي فاضل عمران العبيدي قائد الفرقة الخامسة، صادق الحسيني رئيس لجنة الأمن في مجلس محافظة ديالى من ميليشيا بدر، صباح مهدي زين التميمي ضابط استخبارات الحشد، زياد التميمي آمر لواء الحشد، عمار محمود شنبة التميمي ضابط أمن ميليشيا الحج الشعب. وفي كل هذه الحالات يكون الجميع مذنبين، من مصدري التعليمات إلى المحرضين إلى المقترفين بشكل مباشر إلى الساكتين عنها، على الرغم من علمهم بخطورتها وبأنها تمارس بشكل منهجي ضد أفراد من جماعات أخرى، وقد تطورت الملاحقة الدولية لهذه الجرائم بحسب ما جاء في نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، بحيث أنه يصبح الفرد مذنبا بجريمة ضد الإنسانية حتى لو اقترف أي اعتداء قد يعد من الجرائم التي تنطبق عليها من مواصفات الجرائم ضد الإنسانية، وأن هذا الاعتداء مثل إحدى الحلقات في فصول الجريمة، أو أنه كان ذا علاقة بمثل هذا الاعتداء ضد قلة من المدنيين، ما دام أن ذلك يحصل كجزء من نمط متواصل قائم على سوء النية يقترفه أشخاص لهم علاقة بالذنب. وهكذا تتشارك وتتشابك الحلقات والأفعال لاقتراف هذه الجرائم، وقد تكون بطريقة غير مفهومة الملامح لغير المتابع التفصيلي لها، فتخلط الرؤى والأسباب ويضيع هنا القصد الجنائي الواضح، وهو الخيط الذي يربط عمل كل المشاركين وينقل الجريمة إلى مصاف الجرائم الدولية الخطيرة جدا. ولأهمية الالتزام المفروض على المجتمع الدولي في التصدي لمثل هذه الجرائم، فإن ديباجة النظام تنص على عبارات واضحة مثل: وإذ تؤكد أن أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره يجب أن لا تمر دون عقاب، وأنه يجب ضمان مقاضاة مرتكبيها على نحو فعال من خلال تدابير تتخذ على الصعيد الوطني، وكذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي. وتضيف أنها وقد عقدت العزم على وضع حد للإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب، وعلى الإسهام بالتالي في منع هذه الجرائم. ثم تؤكد بأن من واجب كل دولة أن تمارس ولايتها القضائية الجنائية على أولئك المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الدولية. وأخيرا، إفلات تام من العقاب، فمنذ الغزو والاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 والبلاد تعاني من حالة غياب شبه تام لسيادة وحكم القانون في الوقت الذي ترتكب فيه أشد الجرائم خطورة وفداحة من ناحية تأثيرها على أمن وسلامة المجتمع. لقد عانى العراق من حملات الاغتيال المنظمة المتصاعدة والجماعية والفردية، وحملات من الإعدام الصورية، وأعمال تعذيب ممنهج واسعة النطاق، واعتقالات عشوائية طالت مئات الآلاف من المعارضين للمنهج السياسي
الذي وضعه الاحتلال الأمريكي للبلد، وخاصة لجهة كونه منهجا أقيم على أسس ما يسمى المحاصصة الطائفية، ولم يسلم من ذلك حتى المدنيين العزل، كما استخدم القضاء وأحكام المحاكم للجم بعض الأصوات المتصاعدة ضد هذا النهج، وباتت أحكام الإعدام تصدر بالجملة ضد أناس فيما بعد يظهر أنهم أبرياء وأنهم لم يمنحوا أبسط مقومات حقوقهم في محاكمة تتوفر فيها أساسيات المحاكمة العادلة. مع هذا الوضع القانوني المرتبك ساد المشهد عصابات وميليشيات تحكم باسم الدين وترتبط بالأحزاب المتنفذة في السلطة، ولم يعد هناك حزب في السلطة دون أن يكون له ذراع عسكري قوي متمثل بأحد هذه الميليشيات، فكانت ولا تزال تقتل وتسرق وتروع المدنيين عندما يغيب حكم القانون في البلد، تضيع المساءلة والمتابعة القضائية. وهكذا لم يقدم أحد من هؤلاء القضاء، وإن جرى وإن قدم فإن الاتصالات ستتوالى من هذا المسؤول أو ذاك لإطلاق سراحه مهما كان حجم جريمته وبشاعته، حيث زيادة حالة الإفلات من العقاب أدت إلى زيادة الفوضى في العراق. ومجزرة جامع سارية لن تمر دون عقاب، وذلك بسبب أن القانون الدولي لا يسقط بالتقادم، وقام يعني المركز العراقي بتوثيق هذه الأسماء، وقامت المنظمات والحقوقية والدولية ومنها هيومن رايتس بحصر هذه الأسماء، ومن ثم حصر أيضا الأفلام الوثائقية وشهادات من أهالي الضحايا حول هذه المجزرة، وبالتالي فإنها تكون ضمن الصيغة القانونية الصحيحة حتى تعد لاحقا إن شاء الله في تقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية. وبهذا القدر أكتفي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يسعنا إلا أن نشكر الحضور جميعا على الحضور في هذه الندوة والمشاركة فيها، وإلى لقاءات قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.